اليوم 15/6 صبيحة ليلة 21. ترون الآن بأن الشمس ظهرت، وهي محمرة محمرة، وترى انعكاسها على السماء واضح أي المتابع الكريم، وانعكاسها على الماء أيضا واضح. وما زلنا متابعين. هاي الشمس ظهرت بالكامل وهي حمراء حمراء بوضوح شديد، وانعكاسها على الماء ظاهر بوضوح شديد، وانعكاسها فوق واضح، والهالة كما ترونها واضحة. فليست ليلة القدر، والله تعالى أعلم. شكرا لكم، كان هذا تتبعنا لصبيحة 21. اللهم وفقنا لتتبع بقية رمضان.